يدخل رجل غابة كثيفة، ينظر ذات اليمين، ينظر ذات الشمال، فلا يجد أحد، فيقول في نفسه: لو عملت هنا معصية من الذي سيراني؟ لو عملت هنا معصية من الذي سيراني؟ فيسمع قارئا يقرأ: يلج أشجار الغابة كلها بقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أين رقابة الله عز وجل؟ من عين تنظر إلى الحرام، تتبادل مقاطع جوالات الحرام وتنظر فيها وتوزعها، أين رقابة الله؟ أين رقابة الله من لسان يفري في أعراض الأحياء والأموات؟ أين رقابة الله من أذن تسمع الحرام؟ أين رقابة الله من بطن يأكل الحرام؟ أين رقابة الله من فرج يلذ في الحرام؟ يوسف عليه السلام أليس شابا؟ أليس عزبا؟ أليس الذي دعته امرأة العزيز؟ ما الذي صرفه عن الفاحشة وهي متهيئة له؟ لما تذكر العظيم، لما راقب العظيم، لما راقب العظيم، لما راقب العظيم، راودته التي وأخيرا من راقب الله عز وجل، من إذا أراد أن يعمل المعصية تذكر رقابة الله.